مبادرة جلالة ملك المغرب بالأمر بهذه المساعدات واستثمار علاقات الثقة التي تحظى بها المغرب مع كل من طرفي النزاع الإسرائيلي والفلسطيني، سهل هذه المهمة وفتح الباب ليس فقط للمساعدات، إنما لأن تكون هذه الطريق البرية المستحدثة التي أنشئت أن تكون بوابة جديدة يعبر منها المزيد من المساعدات عبر دول أخرى كالأردن ومصر إلى داخل قطاع غزة، وبالتالي المساهمة في تخفيف معاناة البشر. هذا الموقف وهذه التجربة هي ترجمة عملية ميدانية للمصداقية التي يحظى بها المغرب، للثقة التي يحظى بها المغرب من جميع الأطراف، وللتعامل الموضوعي والعاقل مع الملف الفلسطيني، وعدم اللجوء إلى الاستثمار الشعبوي في هذا الموضوع، ويعني إثارة المخاوف وإثارة الكراهية وإثارة المشاعر، بل أن المغرب برصانته المعهودة، بثوابت سياسته الخارجية المعهودة، بالقيم السياسية التي أرساها العرش المغربي طوال سنوات وعقود، هي التي أثبتت بأنها موضع الفائدة ومدخل الفائدة لكل الأطراف، للفلسطينيين وللعرب.